حوار الهوية والمستقبل مع المفكر السياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب. حوار وطني شامل دعا له الرئيس السيسي للإجابة عن سؤال الساعة: ماذا يريد المصريون؟ وماذا تريد منهم بلدهم في المرحلة المقبلة؟ أهم نقاطه هو إيجاد مجموعة من القضايا الأساسية والأولويات اللي المصريين لازم يتوافقوا عليها. تكلمت عن الأحوال السياسية وتكلمت عن الأحزاب، تنشيط الحياة السياسية وتنشيط الحياة الحزبية. أيوة. بلا شك. كيف نواجه هذا التشدد الديني من بعض التجمعات وبعض الآراء؟ بالوعي اللازم اللي كل اللي انت بتعمليه واللي انا بعمله وعشرات بيعملوه ومئات من المثقفين، هنا بقى دور الثقافة ودور الإعلام. طبعا. وعن التنمية واهتمام الدولة بالتصنيع. للأسف الأغنياء في مصر دلوقتي ما بيشتغلوش في الصناعة، بيشتغلوا في العقارات. الهوية المصرية كانت دائما في قلب الحركة الوطنية المصرية، وكانت مصر دائما هي الحل. القيمة اللي استوعبتها مصر والتي جسدتها في ظل ثورتها القومية في ثورة 19، الدين لله والوطن للجميع. حوار جديد في قلب الحوار الوطني في حديث العرب من مصر، غدا 7 مساء على قناة مصر الأولى.